رجعنا من جديد في فاير بلاي، نتحولوا لطوكيو نتابعوا اخر اخبار رياضيين التوانسة في الاولمبياد مع رئيس البعثة السيد رضا المناع من معنا بالتليفون. سيد رضا اهلا بيك. اهلا بيك سلام، مرحبا بيك ومرحبا بالمستمعين. شنو حوالك؟ شنو الامور؟ والله انا يعني سويت عدى ما لبس نصف الليل. نصف الليل تو عندكم ولا ليه؟ تو عنا نصف الليل بالضبط. نصف الليل بالضبط. حفظت الوقت نتاع اليابان. باهي، شنو اخبار اولادنا سي رضا؟ لا سي والله سهل، اخبار صحيه لاباس الحمد لله، ثم حتى معناها عنده مشكل صحيه المريقلين. ثم ناس روحت كملت المهمه نتاعهم وروحت، ثم ناس جات، اخر واحد جاء البارح هو حسام المدلولي وهو الاخصائي العلاج الطبيعي معاه. بالنسبه للكومبيتيسيون اليوم اكيد تبعوا في النتائج في على الانترنت، يعني كان بنانيه اليوم ما مع كان الميدالية البرونزية تعدت قدام خشمي، خاصة يعني في المحاولة الثانية سيدي رضا نتاعو. والله المحاولة الأولى أسهل، المحاولة الأولى هي الأسهل. أي المحاولة الفنيين نتاعو هم. المحاولة الأولى في بعدها في الوزن اللي ما يهزوش، معناها قصدي المحاولة الثانية من بعد. أي. أي. على كل لا غير بون، هو احنا الأوبجيكتيف نتاعو كان باش يكون معناها احنا حاطينه معناها باش يكون في الثمانية الأولانيين، اليوم جا السادس. صدري حسرا، وهو حتى هو حتى هو معناها الحق معناها شافها قدامه الميداليه الغالب عديت. وايضا شكون لعب اليوم اخر الاشرعه كيف كيف اليوم الاشرعه ولاد صغار بنات صغار ما نجموش نلوم عليهم. فما ساعه البارح الاشرعه البارح البنيات اللي هما ما كملوش الباركور معناها تحت قلب الدين مشوكه ونهار الريح برشا هما صغار تعرف وما عندهمش القوه والفرص باش يكملوا هذاك الكل، لكن اليوم رانيا والغربي كملوا تروا لي تروا كورس كملوهم اكيد دخلوا الاخرانيين لانهم يحبوا نكرهوا سبور جديد بالنسبه لنا احنا، رياضه جديده في العاب اولمبيه اول مره يحضر ما نلوموش عليهم زي ما عندناش حتى لوم عليهم. منتخب الفولي كيف كيف اليوم؟ ان شاء الله حقق اول شوط ليه اللي في المباراه. مشينا تفرجنا فيهم وحقوا اول مره الفولي يربحوا شوط في العاب اولمبيه، ربحوا ضد الولايات المتحده. الاكيد الشوط هذا معناها مش معناها حاجه كبيره برشا، لكن بالنسبه للفولي نتاعنا بالنسبه للفريق نتاعنا انا نعتبره حاجه باهيه برشا، على الاقل عقده وتنحت الناس كلهم يقولوا ما يربحوا حتى فاتها وسيدي يربحوا سات مازالوا يلعبوا، لكن الاداء هو الباهي معناها اللي نقوله الاداء تاع منتخب كره هذا اداء ممتاز ممتاز جدا، لكن يلعبوا في مستوى قوي في مجموعه قويه برشا. وكاو في هذيك رياضه كيما تعرف احنا كي جينا لهنا ما جيناش باش نحصدوا الميداليات كيما الدول الاخرى، لكن اليوم وقت اللي تراها لتونس هزه ذهبيه وفضيه وفما دول كبيره ورانا مازالت ما هزتش اكيد مش تتبع مازال مشوار طويل، لكن نقولوا لاباس الحمد لله الحمد لله. راضين على الحصيله احنا تو شوف اللي جاي الكل بونيس معناها اللي جاي تو مازالت نهى شيخ روحو مازالت مروان عمري هذوما اللي ممكن اقرب شويه، الاخرين ما تحبش تعرف شكون يعمل مفاجاه فهمتني، لكن شكون حصيله مش شكون زول ثلاثه ميداليات هذا اللي قلناه من قبل ديما نقولوه من قبل يا زول يا ثلاثه ما عندناش الامكانيه باش نعملوا اكثر فهمتني. انا الهدف نتاعي الاول تو قدامي انا ان يروح الوقت كامل يروح تونس سالم معافى وسالم رياضيا، نقولوا لهم اعطيهم مستوى طيب حسنوا نتائجكم حسنوا كذا، فما زوز ولا ثلاثه يلعبوا على اللقب على الميداليات ان شاء الله يخطوا، ومش جارانتي معناها باش يخطوا لكن ان شاء الله يخطوا خوف هذا ما نقولوه في الاخر. معناها توا التوانسه معاملين على مروه العمري وحسب فهم من كلامك كيف كيف ونهال شيخ روحه هكا هذوما الاقرب للتتويج. ها احنا اللي حاطينهم في البرنامج نتاعنا وقت اللي عملنا اللجنه المشتركه وقيمنا المشاركه التونسيه ومعناها وشنو نجموا نهزوا وشنو ما نجموش نهزوا، مروه العمري ونهال شيخ روحه ومحطوطين في الناس اللي نجموا عندهم امكانيه انهم يهزوا ميداليه يطلعوا الفوديو. ايناس بكري خايفه شويه. صحيح هو السكرين كله معناها المبرزه بسيف كلها خايفه صراحه يعني. معناها ساره ولا ايناس ولا فرجاني معناها حاطينهم ممكن على الاقل ما يخرجوش من الدور الاول، خرجوا من الدور الاول ما له رزمه. ما نعرفش انا على الجامعه تاع السكرين تاع كيفاش خدمه اسنان والظروف اللي يخدموا فيهم، تعرف هما يخدموا برا وعايشين برا وعندهم مشاكل اخرى مش كيما التوانسه اللي عندنا في تونس مشاكلهم اخرى. يعني في الاخر مش نعملوا تقييم شامل،
في كل جامعة في كل رياضة تعمل تقييم شنو هي مشاركتها وشكون قدم وشكون وخر ويزم نصلحوا، وهذيك هي الرياضة راه تربح وتخسر وتصلح. حبيت تبني على تبني على الباهي. حبيت تقول حاجة على خليل الجندوبي قصيت عليك ما عرفتش. لا قلت خليل الجندوبي ما كناش حاطينه في برنامج جنجالية قبل. فهمتك، غادي حتى الحفناوي كيف كيف. معناش حتى الحفناوي كيف كيف. حتى الحفناوي أنا كان في 400 متر الحفناوي احنا مش حاطينه في البرنامج جملة. لأنه ما كانش هو مش يلعب في 400 متر. كان ثم سباح واحد آخر. وقت اللي لعبوا في فرنسا هو الحفناوي أقصى سباح تونسي ثاني وقعد هو يلعب في 400 متر. جاب ميدالية بارك الله فيك ما كانش في برنامج جملة. وفي 800 متر احنا حاطينه باش يكون في 10 أوائل. هاو جا سامي. جا العاشر. يعني اللي حسب رأيي التقييم كان صحيح. وعندنا كتيب عاملينه احنا مش نرجعوا له في الدخل بعد. بعد العبر فيه مش نرجعوا له ونشوفوا شنو التقييم اللي عملناه احنا. هل صحيح 80% 90% 100%. اما حسب قاعد نشوف اللي معناه التقييم عملناه خاطر عاملينه فنيين. 19 مدير فني مع بعض عملناهم. واللي راهو فيه وقاعدين خد جبناه معنا وقاعدين نتبعوا معناه تقريبا 70 80% صحيح. بلي ما دام دخلت معنا سي ذا خلينا نستغل الفرصه، شنو هي حكايه الزي اللي حكيت عليها واشنطن بوست نتاع ايوب الحفناوي نتاع التتويج؟ شو يا راهي زوضع في فنجان. الزي هذايا حكاو عليه الامريكان ما تعرفوهم، الناس الكل يعرفوا الامريكان كيفاش يتعاملوا. هذايا ايوب الحفناوي طلع لهم درامين ما كانوش عاملين برنامج وعندهم 100 متر بعد وعندهم اولادهم يلعبوا دونك طلعوا عملوا زي بعض في فنجان. هو مشى معناتها احنا عاطينا تعليمات لكل تاع الرياضيين كل خذوا في الرسمات واعطيناهم تعليمات انهم اذا فما في استاديو يمشي في الرسمه. انا نقول لك حاجه ناكد لك ان الحفناوي ما كانش مأمن انه هو مشي يطلع الاستاديو. وهو قال حتى في انترفيو قال انا مانيش مأمن روح يعني ذاك الفريق وكذا ما تبش نعمل منها قضية مش قضية. المفيد أنا بالنسبة لنا هذه الميدالية الذهبية هذا اللي نحكيو عليه. صحيح. بس مش ملبسش هذا يكون حاجة ثانوية. أو كل يوم تو صبحوا الناس كل في السكان نتاعهم سيرفات بالرغم من الدنيا سخونة وكذا الناس كل في السكان نتاعهم سيرفات يهز ميدالية ولا ما يهزش. الناس كل في سيرفات هناك. وهذا قلناه من الأول راهو. لكن مالي راجل ما فما ناس نسات. لو الحفناوي بالفورية هذيك أنا نقول لك ما هزش معناها في 800 متر ما كانتش معناها برشا ناس قالوا معناها ديسيبسيون. هي ديسيبسيون علاش ديسيبسيون؟ احنا كنا نستناو فيه باش ميداليه في 400 ولا في 800. هو عمل جهده تبارك الله عليه وما خسرش وجا العاشر في العالم. هذا بحد ذاته تتويج معناها هو بيدو كرت البي راهو من نهار تلعب ل 400 نهار 800 راهو نصوروا ما خدش بيه. اي طفل صغير طفل صغير تليفونات عين صغير راهو 18 عام ونص بيبي صحيح منه مش عليه بالعكس دي لازم ناخذ معاه. هو قابلته بكري معناها عادي مش هنا راهو قلت عليه ملعب لكن فرحان لكن مشايخ لانه نشوف في روحه توا قبل كان من البيت ما يخرج اليوم بعد اللي كمل تلقاه في الفيزاج والناس تتصور معاه وهذا يجي يتصور انت لازم ميداليه وانت من العالم نجم يتصوروا معاه. مازال عنده سباقات ولا كمل سباقات؟ شنو مازال عنده سباقات اخرين ولا كمل؟ لا كاو كم 400% وقتاش يروح لتونس ان شاء الله؟ يروح ان شاء الله لي 31 يوصل تونس. واضح. سينو برنامج غدوه وضاح ولا مازال شوي؟ برنامج غدوه عندنا الرمايه بالقوس والرمايه بالمسدس. الرمايه بالقوس محمد حماد مش يلعب. الرمايه بالمسدس الفا شيرني مش يلعب. المسدس 25 متر مش 10 متر 25 متر. وعندنا لافيرون غدوه يلعب. وعندنا الأشرعة ميد عاد علينا الأشرعة في زرناها من البارح اليوم بعثنا وفد كامل شوف ثلاثة من الناس لأنه سمعنا فم بنية تدفع تضربت شوية كيف خلفت بين الفلوسة بعثت طبيب وبعثت في شاكل في الحاج وبعثت في أحمد دينا مشاو في زاروهم غادي ينظروا مريق المنظمة وأنت كما قلت لك يلعبوا المشاركة. عندنا لافيرون عندنا التيرا لارك والتير بالفيستوني وعندنا لافيرون هذوما اللي في طوكيو هذوما فقط ان شاء الله. هذا فقط. ملولي مازال شوية؟ ملولي هنا خمسة أوت. ها خمسة أوت. بالنسبة ملولي تعرف ملولي جاء باش يلعب نهائي. أي. ما فماش تصفير. مثل نهائي ما فماش تصفير. صحيح. بالنسبة لأنس جابر سي رضا خلينا نسألك على أنس، شنو صار في ماتش أنس؟ والله أنا أول حاجة ما تفرجتش في ماتش أنس، كنت في موجود في مكان آخر، تعرف زاد حتى في الفيسبوك في النهار وقاعدين يكتبوا وكيفاش في 400 متر ما مشى له حد الحفناوي وفي 800 متر ها
حطوا الناس الكل معناها الوفد الرسمي اول حاجه يفهموا حاجه ان احنا خدمتنا احنا تو في سيناء كل ليله نقسموا بعضنا شكون مش يمشي للفيرو شكون مش يمشي للتيم شكون مش يمشي للملاك شكون مش يمشي كذا معناها نقسموا بعضنا بشده على الاقل واحد ولا اثنين موجودين كذا لحقنا وقت اللي لعب الثمانيه مثل لعب الثمانيه تعليم ما عندنا حتى كومبيتيشن اخرى دونك الناس الكل مشات غادي باش ما نفهموش حاجه اخرى مش على خاطر فاز نمشي له لا بالعكس احنا الرياضيين كل والرياضات كل نشوفهم ونشجعوا فيهم وناخذوا معاهم انا خذ خذ تو قاعدين في قسمه انا شخصيا ماشي للرماي بما انها تخصني وكذا كذا نمشي نمشي للرماي الخفيف الرماي بالقوس ولا نبدا ثم شكون مش يمشي للفيرون ثم شكون مش يمشي لل شو هذوما الثلاثه كاو قسمنا بعض فما شكون مش يقعد في الديرو هنا ما نجموش نخليو قريه فارغه الرياضيين تستحق لنا يا في المكتب في المزوز على الاقل يبداو موجودين في المكتب احنا المكتب نتاعنا في الثاني تاب والوفد يسكن في 12 و13 دونك ديما فما شكون في المكتب باش وعندنا تو تعرف عندنا ناس تروح وناس تجي نكونوا موجودين جاي انا وفات من المالولي جاي اخر واحد اللي فما ناس تروح يحضرون التحضير المروح نتاعهم يوصلوا في الوقت للطوارئ يوصلوا في الوقت المطارد مراقب مريقين ما نتناو عليهم الا ما يكلمونا يقولوا احنا وصلنا تونس هذه مهمتنا توفى وقت اللي الاثلاث وعظم الوفد يوصل دارو في تونس سينو أونس ما جاوبنيش حكيتو معاه شوية ولا ليه؟ على شكون؟ أونس ما عرفتش حكيتو معاها ولا ليه؟ والله أنا حكيت مع كريم رجلها قال لي غالب ستي نهارتها خارج الموضوع الحق معناها احنا كنا نظن مش تربح هي بيدا كان نظن مش تربح تلعب ضد واحدة معناها كانت مريضة قبل قالوا فهمتني؟ أترى ما كانتش فور موقف هذا نقول أنا ماهيش وزاد ما هيش كاتاستروف فما برشا ناس خاطر فما ابطال عالم عندهم ميداليات ذهبيه وجاي يلعبوا ميداليات ذهبيه وخرجوا من التورلو. مش كان اون جابر واضح اون جابر انا نعرف المختار هذا راهي مش مستريح الا من معنوياتها مازال تلعب مازال تلعب مازال صغيره واحنا عندنا ثقه كبيره فيها هي وفي الانتاج الفني تاعها. ان شاء الله يعطيك الصحه سي ذا ما نطولش عليك خليك وقايد هاي نهار طويل تعدى عليك في كل وقت مرحبا بك في كل وقت مرحبا بك شكرا لذا المناعي رئيس الوفد التونسي في اولمبياد طوكيو على كل هذه التفاصيل مديتنا بها فاصل الموسيقى وبعد شويه مكملين في بلاي حتى الخمسه